شغله، هم قالوا لي احنا مسؤولين عن شغله لاخر شيء. في عقاب الزيادة الملحوظة في عدد حوادث السير والحوادث البيتية في منطقة الجنوب، بادر صندوق إبراهيم في كلية كيل لعقد مؤتمر لتوعية الجمهور البدوي حول سبل الحد من هذه الحوادث. تقرير حسن أبو زايد. الطرق والحوادث البيتية في المجتمع العربي في النقب هو عنوان المؤتمر الذي نظمته مبادرات صندوق إبراهيم والكلية الأكاديمية كي في مدينة بئر السبع اليوم. المؤتمرون ناقشوا طرق العلاج والوقاية ودور المؤسسات الحكومية والحكم المحلي والسكان في الحد من تقليص هذه الظاهرة. المطرح שלנו هي بعצם לגרום לכך שסטודנטים בדואים ערבים יבינו שהמשטרה יכולה לתת להם שירות ובכך לצמצם את תאונות הדרכים ואת האלימות בחברה הערבית. יוצאים בתוכניות ייחודיות לחברה הערבית שבמסגרת הזאת אנחנו מעלים את המודעות, אנחנו מסבירים, אנחנו מבצעים אכיפה שהיא איכותית, אנחנו נמצאים יותר ברחובות. هذه الظاهرة لا تحتاج محاربة, تحتاج علاج, واعتقد ان الشرطة تعمل مجهودها, ولكن المجهود الناقص والمجهود المشترك الشرطة مع المواطن مع السلطة مع الجمعيات. لازم يكون في مؤتمرات, لازم يكون في دروس, لازم يكون في محاضرات للمعلمين اللي هم بيعتبروا مثل بينقلوا هذه الرسائل للمدارس. المشاركون أكدوا أن هذا المؤتمر فيه من المضمون الهادف ما يمنحهم فهم التحديات واحتمالات التعامل مع تكرار مثل هذه الحوادث في المجتمع. ونوعي المعلمين عشان يوعوا, إذا المعلم ما عنده الوعي الكافي ما بيقدر يدرسها لأولاد ويوعيهن. نقول دائما فاقد الشيء لا يعطيه. أنا كمعلمة لازم أبدأ مع هذا الجيل أعلمهم كيف يتجنبوا الحوادث لمنع تكرار هذه الحوادث ولمنع حدوثها, ومن هذه المؤتمرات أنا بستفيد كثير معلومات. لازم يكون في أكثر توعي, بس بفكر إنه في تأثير لمسببات ثانية اللي هي ممكن تكون الأهل, اللي ممكن تكون النفسية تبعت الشاب اللي هو موجود بسوق السيارة, ممكن يكون من أصحاب الشاب يأثروا عليه بشكل أو بآخر. الأرضية في المجتمع العربي اليوم هي أرضية جاهزة للعمل بسبب الألم الموجود داخل المجتمع العربي من الحوادث ومن العنف. نشير في الختام إلى أن هذا المؤتمر جاء تخليدا لذكرى الطالب أحمد العطاونة, طالب الكلية الأكاديمية كي, والذي لقي مصرعه في حادث طرق. أشار تقرير أصدره مركز تاوب للأبحاث الاجتماعية